بسم الله الرحمن الرحيم. نيابة عن سعادة الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أرحب بكم حيث نلتقي هذا المساء مع محاضرة بعنوان تحديات الدولة المدنية في العالمين العربي والإسلامي، يلقيها الأستاذ راشد صالح العريمي. تولى الأستاذ راشد العريمي مهام رئاسة تحرير صحيفة الاتحاد منذ إبريل 2007 حتى فبراير 2013. حصل على شهادة البكالوريوس في الإدارة من الجامعة الوطنية الأمريكية. بدأ العريمي حياته المهنية عندما التحق بتلفزيون أبوظبي عام 1986، كما شغل سابقاً وظيفة رئيس مركز الدراسات والمعلومات في صحيفة الاتحاد، وتولى كذلك وظيفة مدير التحرير التنفيذي للصحيفة، وعمل قبل ذلك رئيساً لقسم الدراسات. عين الأستاذ راشد العريمي أميناً عاماً لجائزة الشيخ زايد للكتاب، كما شارك العريمي منذ تلك الفترة حتى الآن في كثير من المؤتمرات الوطنية والعربية والدولية. والآن يسرني أن أدعو الأستاذ راشد العريمي لإلقاء محاضرته، فليتفضل مشكوراً. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأخوة الحضور، أسعد الله مساءكم جميعاً، أشكر لكم حضوركم الطيب، والشكر قبل ذلك وبعده لمركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، وأخص بالشكر سعادة الدكتور جمال سند السويدي الذي شرفني بأن أتحدث إليكم في هذه الأمسية، والتي أجزم أنني سأكون أكثر المستفيدين منها بفضل ملاحظاتكم ونقاشكم. الحقيقة أن موضوع الدولة المدنية في عالمنا العربي والإسلامي موضوع شائك، ويمكن للحديث فيه أن يتخذ مسارات عدة، لكنني في هذه الورقة أقارب الموضوع مهتدياً بملاحظات قدمتها لي قراءة كتاب السراب للدكتور جمال سند السويدي، والذي يقدم خلاله نوافذ عدة للقراءة والنقاش. مصطلح الدولة المدنية من أكثر المصطلحات استخداماً خلال انتفاضات وثورات ما سمي بالربيع العربي في أرجاء المنطقة العربية، الذين تظاهروا ضد النظم الحاكمة والذين أيدوا هذه المظاهرات المفكرون الأكاديميون من مختلف الخلفيات السياسية والاجتماعية، علماء الدين، النشطاء الإسلاميين وغيرهم، كلهم جميعاً استخدموا مصطلح الدولة الوطنية عند صياغة مطالبهم المتعلقة بتأسيس نظام سياسي جديد ووضع عقد اجتماعي جديد في مجتمعاتهم. ومثل أي مفهوم يستخدم بهذه الطريقة واسعة الانتشار، أصبح مفهوم الدولة المدنية ذا دلالة عائمة، تم استثماره في تطوير أفكار متعددة مرتبطة بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم، العدل والأمن، الحكم الجيد والرشيد، أو العلاقة بين الدين والدولة إلى آخره. فكرة الدولة المدنية أصبحت سائدة في النقاش العام في العالم العربي منذ عقدين من الزمن تقريباً. تم تبنيها من قبل أحزاب وتيارات فكرية علمانية يسارية وليبرالية من جهة، وبعض الحركات الدينية والمفكرين الإسلاميين من جهة أخرى. بعبارة أخرى، تم تبني مفهوم أو فكرة الدولة المدنية من قبل الفريقين المتخاصمين تقليدياً، ما يضيف إلى من يتصدى إلى هذا الموضوع إشكالية مفهومية، وفقاً للدكتور سليم إبراهيم في كتابه نحو الدولة المدنية في العالم العربي الصادر عن هذا المركز. إذا ما رجعنا إلى التاريخ تحديداً منذ تأسيس الدولة الوطنية في العالم العربي عقب انتهاء الاحتلال الأجنبي المباشر في منتصف القرن المنصرم، سنجد أن معظم الأقطار العربية مهما كان نوع نظام الحكم الذي تبنت أو الأيديولوجية التي رفعتها كانت تدعي المدنية،
بيد أن التجربة الطويلة طويلة الأمد أثبتت إخفاق هذه الدول في هذا الخصوص. جاءت أحداث الربيع العربي في أوائل هذا العقد لتكشف هذا الإخفاق، حيث كانت المطالب الأساسية للمتظاهرين تتمحور حول تأسيس دولة مدنية حديثة في أقطارهم المختلفة، وما يعنيه ذلك أيضا من صياغة عقد اجتماعي جديد. وعود ما سمي بالربيع العربي فيما يتعلق بتحقيق هذه المطالب للجماهير، كما تعلمون جميعا ذهبت أدراج الرياح. أضاع العرب في دول التغيير العربي فرصة أخرى لبناء دولة مدنية حديثة، بل إن الربيع نفسه تحول إما إلى شتاء قارس أو صيف قائض أو خريف يائس. ويثور السؤال مرة أخرى حول الفرص الضائعة لبناء دولة مدنية حديثة في العالم العربي. الأهم من ذلك هو السؤال: لماذا الدولة المدنية عصية على التأسيس في العالم العربي؟ بعبارة أخرى، عنوان هذه المحاضرة: ما التحديات التي تحول دون بناء دولة مدنية حديثة في العالم العربي؟ أهمية هذه التساؤلات تنبع من أن الحراك السياسي والمجتمعي الحاصل في أرجاء العالم العربي يجعل منها أكثر الإشكاليات حضوراً في الوقت الراهن، سواء على مستوى النخب الفكرية والسياسية أو على مستوى الرأي العام. يقرر هذا سليم إبراهيم وفؤاد عجمي ومحمد الحداد وسعد الدين إبراهيم وغيرهم. ثم إن محاولة الإجابة عن هذه التساؤلات تتطلب إعادة النظر في القضايا الإشكالية الكبرى التي هيمنت على الفكر العربي منذ عصر النهضة وحتى الآن، مثل العلاقة بين الدين والدولة والمناظرة بين التقليدية والحداثة أو الديمقراطية والعلمانية. في إطار محاولتي الإجابة على التساؤلات الفائتة، اسمحوا لي بتقديم هذا العرض إلى ثلاثة أقسام رئيسية. في القسم الأول سأحاول أن أوضح مفهوم الدولة المدنية والتمييز بينه وبين المفاهيم التي تختلط أو تلتبس به، وعلى رأسها مفهوم الدولة العلمانية أو الدولة المدنية ذات المرجعية الدينية. في القسم الثاني سأستذكر وإياكم الفرص الضائعة لتأسيس دول مدنية في العالم العربي منذ الاستقلال في النصف الثاني من القرن العشرين. وأخيراً سأعرض عليكم رؤيتي للتحديات الراهنة التي تحول دون بناء دولة مدنية حديثة في العالم العربي والإسلامي. في مفهوم الدولة المدنية، هذا المفهوم ظهر في إطار بحث المنظرين والمفكرين والفلاسفة عن كينونة الدولة. كينونة تقوم على حاجة الإنسان للمساواة وإنجاز حقوقه في مجتمع تسوده قيم أخلاقية في الحكم. مفهوم الدولة المدنية لا يعد منتوجا سياسيا فقط، فهو منتوج متعدد المشارب، معرفيا، سياسيا، اجتماعيا، بل واقتصاديا كذلك. يرجع بعض الباحثين هذا المصطلح إلى عصور ما قبل الميلاد، ويرون أن حكماء بلاد اليونان الأوائل في عصور ما قبل الميلاد، وهم أول الفلاسفة عبر التاريخ، وضعوا نظرية الدولة المدنية لتكون مؤسسة مناهضة لسلطة الاستبداد التي هيمنت على إرادة المجتمع اليوناني لفترة من الزمن. أما في أوروبا الحديثة فإن الدولة اتخذت مساراً تاريخياً سياسياً مغايراً عقب قيامها على أنقاض سلطة الاستبداد الإقطاعية الكنسية. ظهرت فكرة إيجاد دولة مدنية تكفل الحرية والمساواة على يد فلاسفة ومفكرين أسهموا كثيراً في صناعة قاعدة فكرية شعبية تعزز فكرة الدولة المدنية، مثل جون لوك وهوبز وجان جاك روسو وغيرهم. من هنا قامت فكرة فصل السلطات التي انبثقت منها مفاهيم الدولة العلمانية والمدنية. تطور هذا الفكر على يد جون لوك، حيث وضع قواعد الحكم المدني المعاصر الذي يسوده القانون والعدل والقضاء، وتأسيس سلطة تنفذ هذا القانون لتأمين حياة الناس وممتلكاتهم وحرياتهم عن طريق الاتفاق الطوعي بين كل أفراد المجتمع في ظل الحرية والمساواة
بين جميع أعضائه. ثم جاء جان جاك روسو ليطور فكرة جون لوك عن العقد الاجتماعي الذي تحول إلى جعل إرادة المجتمع أساساً لاختيار حاكمه، وبالتالي جعل إرادة المجتمع سامية فوق كل الإرادات، وبالتالي وضع روسو أساس الدولة المدنية التي تعامل جميع أفرادها بسواسية في إطار القانون والأسس الديمقراطية، من حيث جعل المجتمع أو الشعب السلطة العليا في اختيار حكمه وقوانينه. كان أبرز مفهوم نظري حقوقي وأهم وظيفة ارتكزت عليها تطبيقياً هي آلية الاحتكام لسلوك العقد الاجتماعي الذي يتطلب احتراماً والتزاماً متبادلاً بين أفراد المجتمع كافة دون أدنى استثناء بالنسبة للحقوق والحريات والوظائف والواجبات، سواء كانت مادية أم معنوية. وقد بدأ العمل الفعلي به في أوروبا في القرن 18 مع قيام الثورة الفرنسية ووضع الدولة المدنية كأساس للحكم مع قيام الجمهورية الفرنسية، وتلاها بعد ذلك العديد من الدول حتى وصلت إلى مشارف العالم العربي الذي إلى الآن يدخل في صراع دائم بين مدنية المجتمع وعدم فهم التيارات الدينية لهذا المصطلح أو محاولتها تطويع المصطلح لخدمة أهدافها. يتفق الباحثون على أن فكرة الدولة المدنية تقوم على الديمقراطية والمساواة في الحقوق والواجبات، احترام القيم والمبادئ الأخلاقية، والتعاون والتساند من أجل الحياة المشتركة، إهمال النزاعات العدوانية الفردية والجماعية كالمذهبية والقبلية والعشائرية. الدولة المدنية كما يرى حسن حنفي تقوم على تعددية القوى الاجتماعية والسياسية وثقافة التفاهم ومنطق الحوار وخدمة المصلحة العامة. حقيقة إن مفهوم الدولة المدنية يقوم أول ما يقوم على فكرة المواطنة ومبدأ التسامح، وتشير المواطنة إلى أن جميع أفراد الشعب في الدولة المدنية يعدون مواطنين متساوين في الحقوق والواجبات من الناحية القانونية، وذلك بصرف النظر عن انتماءاتهم الدينية أو العرقية أو القومية أو الجنسية أنثى أو ذكر أو الاجتماعية أو الجغرافية أو الثقافية. أما مبدأ التسامح فيشير إلى تسامح الدولة تجاه الشرائح والقوى الاجتماعية والسياسية كافة، وألا تكون الدولة منحازة في أي صراعات مذهبية وطائفية وقومية كما يقرر الزويني وهاينز. نظام الحكم في الدولة المدنية يقوم على الديمقراطية وسيادة القانون بصرف النظر عن شكل الدولة، أكانت ملكية وراثية أم جمهورية رئاسية أم برلمانية أم غيرها من أشكال الحكم. وفيه يعد الشعب مصدر السلطات جميعها، حيث يعبر عن رأيه من خلال انتخاب ممثليه بطريقة حرة ونزيهة وشفافة. يعد الفصل بين السلطات الثلاث أحد أركان الحكم، ويضمن نظام الحكم المدني الحريات العامة للمواطنين في إطار الدستور والقانون، وناصية الحكم يملكها مدنيون يمثلون الشعب، بمعنى أن الدولة لا يحكمها رجال دين أو عسكريون، أي إنها على الأقل ليست دولة دينية ثيوقراطية أو عسكرية. والسلطة المدنية تقوم على ثقافة مدنية تعتمد على العقل وتسلم بحرية الإنسان وبالتعددية في الرأي والحوار بين الآراء. ربما كان نشوء مفهوم الدولة المدنية عربياً تجنباً لللبس الذي أثاره مصطلح الدولة العلمانية والاعتراضات التي واجهها من جانب أصحاب التيار الديني ومن عموم الجمهور العربي، فضلاً على الخبرة السلبية لنظم الحكم العربية التي وصفت نفسها بالعلمانية منذ الاستقلال. يبدو أن طرح مصطلح الدولة المدنية عربياً كان يمثل الوفاق التاريخي للخروج من مأزق التنازع بين أطروحتي دولة الخلافة الدولة الدينية أو الدولة العلمانية، يقرر هذا محمد الحداد والزويني وسليم إبراهيم. ورغم أن الدولة المدنية توضع غالباً مقابل الدولة الدينية فإنها حقيقة لا تهمل الجانب الديني، فعندما بدأت
مشروع الدولة المدنية في إطار الحداثة في الغرب، نحي الدين جانبا دون إهمال، كما يجزم بهذا باسم خريسات. بعبارة أخرى، لا يمنع مفهوم الدولة المدنية من أن تؤدي الجماعات الدينية دورا على مستوى الجماعة في الدولة أو المجتمع المدني، بيد أن هذا لا يعني أن تصبح الدولة المدنية ذات مرجعية دينية كما يروج أنصار التيارات الإسلام السياسي. ذلك أنه بالإضافة إلى عدم وجود اتفاق بين هؤلاء حول معنى المرجعية الدينية، فإن هذه المرجعية الدينية لا تختلف في جوهرها عما هو معمول به اليوم في إيران في ظل مرجعية ولاية الفقيه، وتعارض بالجملة مقتضيات النظام الديمقراطي، وتتحول الدولة المدنية الدينية تدريجياً إلى دولة الخلافة أو الدولة الدينية كما يرى جمال السويدي وحيد عبد المجيد وسعد الدين إبراهيم وغيرهم. أما عن الفرص الضائعة لتأسيس دولة مدنية في العالم العربي، فقد سنحت أمام العرب ثلاث فرص لتأسيس دولة مدنية حديثة، لكنها جميعاً ضاعت. لاحت الفرصة الأولى بعد الاستقلال وبناء الدولة الوطنية في منتصف القرن المنصرم كما يشير فؤاد عجمي، بيد أن الذي حدث أن الدول العربية اتخذت أشكالاً من نظم حكم اجتمعت في النهاية على الإخفاق في الوصول إلى جوهر المجتمع المدني القائم على الديمقراطية، ولجأت إلى تحقيق مآرب جماعة أو أشخاص لا مع ما يحقق مصالح الوطن والمواطن. يرى سليم إبراهيم أن الاستيعاب المنقوص لفكرة الحداثة عند النخب العربية وبقائها الهامشي في الوعي الجمعي للأغلبية الساحقة من الشرائح الاجتماعية، وغياب توجهات استراتيجية لعملية التحديث وقيام أنظمة حكم محافظة أو أوتوكراتية بعد نيل الاستقلال السياسي في أرجاء العالم العربي، كل ذلك ساهم في إخفاق المحاولات العديدة لتأسيس دولة مدنية عربية حقيقية، وذلك منذ بدايات القرن التاسع عشر إلى الآن. هذا أدى بدوره إلى نشوء ما يسمى بالصحوة الإسلامية في العقود الأخيرة من القرن الماضي بشعارها الإسلام هو الحل، وبدعوتها إلى تأسيس أنظمة حكم إسلامية، وذلك كتعبير عن العجز في تجاوز الفشل المذكور. لاحت أمام العرب فرصة أخرى لتأسيس دولة مدنية حديثة في أواخر الثمانينيات وأوائل التسعينيات بمواكبة المتغيرات الدولية المتعلقة بانتهاء الحرب الباردة وتفكك الاتحاد السوفيتي وبروز العولمة، غير أن الدول العربية لم تنتبه إلى كنه هذه المتغيرات وغضت النظر عما يجري ظناً منها أنها بمنأى عنها، وكان بالإمكان التحول التدريجي عن نظام الدول الشمولية عسكرياً وإيديولوجياً كما حصل في أوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية التي أدركت كنها هذه التغييرات وعملت عليها من خلال تأسيس دول مدنية أو ما يقاربها، في حين توقفت الدول العربية عن التعامل مع هذه التغييرات. مع انتفاضات وثورات الربيع العربي منذ عام 2011 لاحت فرصة ثالثة لتأسيس دول مدنية في عدد من الدول العربية، غير أن الفرصة أجهضت. تحولت الانتفاضات والثورات إما إلى صراع مسلح أو حرب أهلية، أو جعلها الإسلاميون مطية لتأسيس دولتهم الدينية كخطوة أولى لبناء طموحهم المتعلق بدولة الخلافة وتحقيق أستاذية العالم. تحول المنتفضون والثوار إما إلى إقصائيين لبعضهم بعضاً أو فرق تضرب بعضها بعضاً. بعبارة أخرى، لم يفض ما أطلق عليه الربيع العربي إلى تحول حقيقي في بنية الدولة العربية كما كتب طارق مسعود وجيسون براملي. أما في إطار بناء تحديات بناء دولة مدنية في العالمين العربيين في العالمين العربي والإسلامي، فإن هذه العملية تواجه تحديات جمة ينبع أولها من حركات الإسلام السياسي التي ترفض مبدأ فصل السلطات وسيادة المواطنة، وترى وفقاً لتفاسير ورؤى المشرعين في القرن السادس الهجري أن الإسلام يصلح
لكل زمان ومكان دون العودة إلى التطورات التي تجري على الصعود العالمية. العلم تجاوز ما بعد الحداثة، فيما لا يزال الإسلام السياسي يعتمد تفاسير نصوص من القرن السادس الهجري في كافة مناحي الحياة. ولذلك نفهم أن الإسلاميين السياسيين وعلى رأسهم الإخوان المسلمون في المعارضة أو في الحكم يعمدون إلى أسلمة المجتمع وفقاً لمفهومهم هم للإسلام، تارة بالترغيب وتارة بالترهيب وتارات أخرى بالإكراه، ولا يقبلون رأياً مخالفاً لهم أو تصوراً مجافياً لتصورهم عن ماهية القيم والنماذج السلوكية التي يجب زرعها في المجتمع. وهذه الأسلمة القسرية قد تفضي إلى العنف المجتمعي أو معاداة الدين. ومع أن الخطاب السياسي المعلن للجماعات الإسلامية قد ظهر متطوراً نتيجة الانفتاح السياسي وطول التجربة بتأثير الحراك الشعبي، إلا أنه أي هذا الخطاب يظل غير ديمقراطي وغير تعددي، لا يقبل الاختلاف وغير قادر على سياسة الدولة ورعاية المواطنين متعددي المذاهب أو العقائد، كما يشير فرانسوا بورغا في كتابه المهم عن الإسلام السياسي. فرانسوا بورغا هو أحد المتخصصين في الحركات الإسلامية، له كتاب مهم اسمه الإسلام السياسي صوت الجنوب، نشر عام 1998، ترجمه إلى العربية لزرين زكري. ربما يكون أخطر تهديد سياسي تمثله الحركة الدينية للدولة المدنية هو أنها تفترض وجود ولاء متجاوز لحدود الدولة الوطنية، مما يفرغ فكرة الولاء والانتماء الوطني من مضمونها، كما يرفض الإسلامويون وعلى رأسهم الإخوان المسلمون فكرة الوطن من حيث المبدأ، حيث يسعون إلى تأسيس نظام إسلامي أممي ممثلاً بالخلافة الإسلامية. في تجارب الدول التي اختبرت انتفاضات وثورات ما يسمى بالربيع العربي، لا سيما تونس ومصر، خير دليل على ذلك. التحدي الثاني أمام تأسيس دولة مدنية حديثة يتعلق بطبيعة معظم النظم السياسية القائمة في المنطقة العربية منذ الاستقلال، التي لم تختلف في جوهرها وإن تباينت في أشكالها بين اشتراكية وقومية ورأسمالية. فقد تم تأسيس أنظمة حكم محافظة بعد نيل الاستقلال السياسي في أرجاء العالم العربي، كل ذلك ساهم في إخفاق المحاولات العديدة لتأسيس نهضة عربية حقيقية، وذلك منذ بدايات القرن التاسع عشر كما أسلفت إلى الآن. لعل أخطر ما قامت به عدد من الأنظمة العربية هو عزل التيارات المدنية المعارضة التي يحقق وجودها السبيل إلى الدولة المدنية، بل إن بعض الدول أو الأنظمة استعانت بالتيارات الدينية وأنعشت القاعدة الجماهيرية الإسلامية في إطار محاربة التيارات السياسية العلمانية الأخرى التي تنافس على السلطة. ظنت هذه الأنظمة أن الاعتماد على التيارات الدينية يكفل خنق المنافسين العلمانيين دون أي آثار جانبية. هناك من يرجع الإخفاق في بناء الدولة المدنية إلى العامل الثقافي. بعبارة أخرى، ما نراه اليوم في الأنظمة العربية من غياب للديمقراطية ليس وليد اليوم، وإنما هو كما أشار محمد عابد الجابري ومطاع الصفدي وليد ثقافة عربية قديمة أسهمت في تكوين نهج عربي متكامل ربما صار من الصعب والعسير التخلص منه في إطار وجود مرجعية شعبية له في مختلف بقاع العالم العربي والإسلامي. تعد الوصائية في الثقافة العربية من أخطر القضايا التي عصفت على الدوام بالنظام السياسي العربي، غيبت روح التسامح والعددية والتعددية التي تقبل بالآخر. هذه الروح الوصائية تعد من أساسيات الفكر العربي وتكوينه، فهي ليست طارئة عليه كما يرى الكثيرون. لا يمكن أن تتم معالجتها إلا في ضوء فهم التكوين العقلي والفكري العربي. هذا ما بحثه محمد عابد الجابري في كتابه تكوين العقل العربي. بقول آخر، الإهمال وليس الحوار هو ديدن الثقافة العربية.
استعرض الجابري مسيرة هذه الثقافة منذ القدم إلى اليوم، وضع أمثلة على الثقافة السائدة والثقافة المضادة، واللتين لا تعملان على الحوار والنقاش، بل كل واحدة تعمل على الإقصاء والإبعاد، وذلك من خلال تعاقب الأدوار بينهما. الثقافة التي تتبناها السلطة هي التي تهيمن وتعمل على إلغاء الحوار والابتعاد عن مناقشة فكر الآخر والأخذ به ومنه. وحقيقة أن غياب مظاهر الدولة المدنية وأسسها ليس مسؤولية جانب دون جانب، بل هو مسؤولية مجتمعية يشارك فيها اليمين واليسار على السواء. أثبتت التجارب والدراسات أن الحس الفردي بافتقاد الامتيازات والصلاحيات هو ما يؤدي إلى رفض الديمقراطية من أي جانب أيديولوجي كان. هذا ما تحدث عنه الطاهر لبيب في ندوة عن الديمقراطية، وفي مداخلة يظهر من خلالها الدور السلبي الذي أداه اليسار في الديمقراطية ومفهومها. وبعد، يعيش العرب اليوم حالة من الاضطراب والفوضى على المستويين الفكري والسياسي، لأن عقوداً ضاعت منذ الاستقلال في ظل نظم عسكرية وإيديولوجية يمينية أو يسارية أو حتى إسلامية تسلطية في المجمل من دون إنجاز بناء الدولة الحديثة. عندما فاجأها الحراك الشبابي في مستهل هذا العقد بما يعرف بالربيع العربي، عادت حركات الإسلام السياسي وبزخم إلى الواجهة، تلقت دعماً خارجياً وداخلياً نتيجة وعودها، بيد أن هذه الحركات أثبتت أنها ما تزال تعيش في القرون الأولى غير قادرة على التعامل مع المجتمع ومكوناته ومطالبه. لم تستفد من التجربة الفاشلة للدول القومية والعسكرية، فكانت لا تقل سوءا عنها. ولأن الحراك العربي الشعبي كان في أوجه، لم يطل بقاء الحركات السياسية الإسلامية في السلطة، بل أزيحت عنها لأنها تنكرت للبرغماتية والآراء التي سوقت بها نفسها في الغرب وعند الجمهور. قررت إلغاء الآخر وأسلمت الدولة والمجتمع، وتبينت المجتمعات العربية أن وعود وشعارات الإسلاميين البراقة ليست سوى سراب، كما يقرر الدكتور جمال سند السويدي. الحقيقة أن عملية الإصرار على دمج الدين بالدولة كما يجزم السويدي وراء فشل الإسلامويين أو الخوان المسلمين كما يسميهم العقاد في مجارات الحداثة، تحول وعودهم المدنية البراقة إلى كابوس أو سراب. يضيف السويدي إن فصل الدين عن الدولة لا يعني فصله عن المجتمع، فهو في المجتمع وعاداته وتقاليده وتاريخه، والدولة ليست ديناً ولا مجتمعاً، بل مجموعة مؤسسات وسياسات وأشخاص لحكم المجتمع. كما أن الاستمرار في الخلط بين السياقين يضر بالدين ويجعله عرضة للتلوث بما يأتي في السياسة من شوائب. وهذا الفهم يحسن الإسلام والفكر الديني أكثر من التفكير في إقصائه، فالدين يجب أن يبقى بنقائه ونزاهته وألا يدخل في دهاليز السياسة وألاعيبها. انتهى الاقتباس. لم تكن دعوة تنزيه الدين عن ألاعيب السياسة وليدة فكرة، وإنما قراءة منطقية وصلت حد إدانة الإسلام السياسي في التجارب التي أخفقوا في الحفاظ عليها، ولم يستطيعوا أن يقدموا نموذجاً مغايراً للدكتاتوريات والقوميات والعسكر. ذلك أنه بعد وصول الإسلاميين إلى الحكم لم يتغير سلوكهم السياسي عن غيرهم من الأحزاب السياسية العلمانية. وصل الإسلاميون بهذه الهوية والبرنامج الإسلامي إلى الحكم في جمهورية إيران الإسلامية، وفي جمهورية السودان، وفي جمهورية أفغانستان، وفي الجمهورية التركية، وفي جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية. في كل هذه التجارب برهن الإسلاميون عن أنفسهم أنهم أصحاب مصالح يستخدمون الدين للوصول إلى غنائم الحكم. السؤال الآن، هل يعود العرب إلى النظم القومية والعسكرية والأيديولوجية التسلطية؟ الإجابة على هذا السؤال قطعاً بالنفي، لأن هذه الأنماط من النظم فشلت فشلاً ذريعاً في عملية بناء الدولة وتأسيس مجتمعات مدنية تقوم على المساواة، فضلاً عن غياب التعددية والديمقراطية. ومن ثم تطرح الدولة المدنية كونها البديل أو الحل التوافقي بين الدولة العلمانية والدولة الدينية أو دولة الخلافة. مفهوم الدولة المدنية
يتجاوز العلمانية في مسألة الدين ويبقي للدين ساحة عمله الاجتماعية دون أن يتم التدخل من الدين في إدارة شؤون السياسة. في هذا الإطار يرى جمال السويدي أن ثمة حاجة إلى فصل الدين عن الدولة، حيث يعتبر فصل الدين عن السياسة علامة من علامات التقدم الإنساني والتحديث، ليس لأن الدين عامل تأخر ورجعية، بل لأن الحداثة تحتاج لتغيير العقلية الإنسانية بطريقة عملية. إن التحديث هو عملية صعبة متداخلة، ويقدم السويدي نماذج من الدول الإسلامية التي استطاعت أن تفصل بين ما هو ديني وما هو سياسي، ولم يقل أنها فصلت بين الدين والدولة بالشكل التام الذي يتحسس منه الإسلاميون والمجتمع عامة. في التجربة التي يقدمها يحاول أن يضع رواسم أمام الذين يبحثون عن شكل للدولة. يقول: استطاعت بعض الدول الإسلامية من غير العربية وبالتحديد تركيا وأندونيسيا وماليزيا أن تفصل بين ما هو ديني وما هو سياسي دون التخلي عن الدين كمنظومة اجتماعية يعيشها الشعب وتكون قادرة على التماشي مع العصر. انتهى الاقتباس. بعبارة أخرى، وعلى الرغم من أن تحديات بناء دولة مدنية حديثة والتي فصلنا فيها سابقا تنطبق على سائر الدول الإسلامية، فقد استطاع عدد قليل منها أن يواجه هذه التحديات وأن ينجح بدرجات متفاوتة في بناء دولة عصرية. تقدم الأمثلة التي ذكرها السويدي في كتابه مثال تركيا، أندونيسيا وماليزيا، نماذج لهذه الدول، والقاسم المشترك بينها أنها استطاعت أن تخرج من شرنقة المناظرات والإشكاليات العقيمة التي لا زال كثير من العرب والمسلمين أيضاً أسار لها، في مقدمتها إشكالية الدين والدولة، الشريعة والديمقراطية التقليدية والحداثة، كما أن هذه الدول استطاعت تطوير اقتصاداتها باستلهام الخبرات الحداثية العالمية وبالاستفادة من خبراتها التقليدية، مما جعلها تنافس في السوق الكونية. والأهم من ذلك أن هذه الدول تمكنت برؤية متبصرة من ألا يتداخل الدين فيها بالسياسة، أو قل إنها نزهت الدين عن السياسة على اعتبار أن الدين ثابت والسياسة لعبة متغيرة، ومن ثم نجحت في بناء مؤسسات مدنية حديثة ترعى شؤون البلاد والعباد من دون أن تجور على الشأن الخاص لسكانها من المسلمين أو أتباع الديانات الأخرى الذين يعلون أهمية معتقداتهم وشعائرهم الدينية. وكأن الدولة خلقت وطناً للجميع من دون تحيز لهذا الطرف أو ذاك من مواطنيها، وهذا هو جوهر فكرة المواطنة الذي هو حجر الأساس في الدولة المدنية. الأهم من ذلك أن هذه الدول أخذت بالديمقراطية وبدرجات متفاوتة في نظمها السياسية. بالإضافة إلى تنزيه الدين عن السياسة، تقوم الدولة المدنية على مبدأ المواطنة، أي المساواة القانونية بين جميع المواطنين. الديمقراطية كنظام حكم بالمفهوم الليبرالي المعروف، المدنية بمعنى الحكم المدني الذي يستبعد إشراك رجال الدين والعسكر في الحكم، ومما لا شك فيه أن الواقع العربي الراهن بكل إشكالياته وتحدياته في أمس الحاجة إلى الأخذ بهذه المبادئ والأسس لبناء دولة مدنية حديثة هي العاصم من تفكك الأقطار العربية وتحلل النظام العربي برمته. في هذا الخصوص، فإن دول الخليج العربي ليست استثناء من حال الدول العربية والإسلامية الأخرى في مجال تأسيس الدولة المدنية الحديثة. من اللافت للنظر أن دولة الإمارات العربية المتحدة خطت خطوات واسعة في سبيل بناء دولة مدنية عصرية، والمؤشرات على ذلك أكثر من أن تحصى في هذه الدقائق المعدودة. مع ذلك نذكر منها التوفيق المبتكر الذي أوجدته القيادة السياسية للدولة بين التراث العربي والإسلامي من جهة وقيم الحداثة والمعاصرة من جهة أخرى، فهي أعطت اهتماماً كبيراً بمنزلة رمز حضارتنا ورعاية الثقافة والتراث العربي والإسلامي، وفي الوقت نفسه خطت شوطاً بعيداً في تطوير المؤسسات على أسس مدنية حديثة والنهوض بالاقتصاد وفقاً للمعايير العالمية وتعزيز البنية التحتية
بما يماثل ما حققته أكثر الدول رقيا في الغرب. اللافت للنظر كما يرى الدكتور خطار أبو ذياب أستاذ العلوم السياسية أن القيادة السياسية في دولة الإمارات تؤمن بمدنية الدولة التي لا تخلط بين الدين الذي له كل الاحترام كأساس في الدائرة الخاصة الفردية وناحية الإيمان، وبين ممارسته سياسيا في المجال العام. كخلاصة، الدولة المدنية لها عدة تعريفات، لكن جميعها يتمحور حول فكرة أنها دعوة، أنها دولة تحمي كل أعضاء المجتمع وتحافظ على حقوقهم بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية أو الدينية أو الفكرية، على أسس القانون والديمقراطية والتعددية والتسامح والمواطنة. ويلاحظ اليوم تزايد الحديث عن هذه الفكرة بالذات بعد الربيع العربي وتلقف أصحاب التوجه الديمقراطي هذا المفهوم بصرف النظر عن اختلاف فهمهم له، سواء كانوا تيارات دينية، خاصة في مسألة مرجعية الدولة. آمل أني لم أطل عليكم وأني قد وفيت هذا الموضوع بعض حقه. أشكركم على استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله. شكراً للأستاذ راشد العريمي على هذه المحاضرة القيمة، والآن نفتح باب المناقشة. أرجو ممن يريد أن يطرح سؤالاً أو مداخلة أن يقف ويقدم نفسه ويكون سؤاله أو تعليقه مختصراً. السلام عليكم. To build a modern, progressive industrial... لبناء دولة حديثة صناعية، على دولة رائدة تلعب دورا على الساحة العالمية، ثمة بعض المبادئ أو طبيعة قانونية تتطلب أن يتم اتباعها. إحداها تكون الشفافية، سيادة القانون، وأن يكون هناك مجموعة من المبادئ والمعتقدات والإيديولوجيات التي تعد شاملة إن كانت تريد دولة أن تحل مشكلة. دائما ما تعود إلى نفس الإيديولوجيا، بدل من أن يكون هناك مجموعة من الأفكار المختلفة التي سوف ينتج عنها دولة أيضا لديها مختلف الأفكار. هذه الإيديولوجيا يجب أن يؤمن بها الشعب ضمن هذه الدولة. إذن إن نظرنا إلى أوروبا نجد أن المعتقدات والأفكار أتت من التاريخ، من الإيديولوجيات والأفكار، فهي مستعدة أن تمضي أو تنفق الوقت والمال وتموت من أجل هذا المعتقد. يبدو أننا نحن إذن ننسخ الأفكار التي تناقض معتقدات الشعب ضمن العالم الإسلامي والعربي. هل تخشى أن يكون هذا أو يسبب ذلك مشكلة؟ شكراً. شكراً جزيلاً أستاذ راشد على هذه المحاضرة التفصيلية الطيبة. سؤالي بالنسبة للتحقيق، لكي تتحقق الدولة المدنية يجب أن تسود الاستقرار والأمان. كيف تتحقق الدولة المدنية الحديثة ونحن نعيش في صراع طويل مع الصراع الإسرائيلي العربي من جهة، وثانيا التدخلات الخارجية من دول الشرق أو دول الغرب؟ شكرا. شكرا جزيلا لكم. بالنسبة للسؤال الأول، الشفافية والأيديولوجية التي يؤمن بها الشعب، أتوقع أن في معظم العالم العربي والعالم الإسلامي الشعب منقسم في إيمانه بالأيديولوجية. هناك صراع حقيقي بين قيم حقيقية، هناك صراع طرف الجماعات الإسلامية التي تتمسك بقيم لا تقبل الحياد عنها، وهناك أيضا على الجهة الأخرى الليبراليون والعلمانيون واليساريون
وكلا الفريقين له جمهور لا يستهان به. ربما كانت الدولة المدنية أو طرح المصطلح بهذا الصورة هو يمثل الحاجة إلى التوفيق بين هذين الطرفين. الخلاف هذا يتجلى في أشد صوره عندما يحاول البعض الخروج من التاريخ والعودة إلى القرن السادس الهجري بكل نسقه وتفسيراته للنصوص، ويحاول البعض الآخر الخروج من الجغرافيا واعتبار المنطقة هذه كأنها جزء من أوروبا أو أمريكا، رغم أن تاريخ المنطقة هذه هي ليست أوروبا وهي ليست أمريكا، تفرض عليها خصوصيتها أن تستمر في الموافقة بين النموذجين. لكن كلا الفريقين سواء كانوا في الأعداد أو في الحجج التي يطرحونها لا سبيل إلا التوفيق بينهم. ليس من مصلحة أي دولة عربية أو إسلامية أن يستأثر فريق واحد بالرأي ويلغي الآخر. بالنسبة للسؤال الأستاذ، الاستقرار والأمان شرط للدولة المدنية، صحيح. الاستقرار والأمان والتنمية أيضا شرط من شروط الدولة المدنية. لا يمكن في حالة وجود حرب أهلية وتدخلات من دول كثيرة إقامة دولة مدنية حقيقية أو إقامة أي نظام يضمن الاستقرار. فلسطين، مؤسف جدا ما يحدث في فلسطين، لكن فلسطين للأسف الشديد هي هكذا من 48، من 1948، والشعب الفلسطيني يكافح ويجاهد من أجل رفع الظلم والعدوان الموجود عليه. لكن هذا الكفاح وما يحدث من أحداث مؤسفة في فلسطين ليست مبرر لدول أخرى. في فترة من فترات القومية العربية رفعت شعارات ممانعة معينة، وهضمت حقوق شعوب عربية كاملة في دولها بدعوى التصدي للإمبريالية وبدعوى التصدي للصهيونية العالمية وبدعوى إنقاذ فلسطين. اتخذت فلسطين شماعة لإهدار وتعطيل التنمية في دول عربية كثيرة، وهذا غير مبرر. ما علاقة فلسطين بالاستقرار في تونس مثلا أو في أي قطر عربي آخر؟ ألا يمكن إيجاد دولة مدنية وإيجاد تنمية؟ والدليل دول الخليج حققت تنمية لشعوبها دون أن تغفل واجباتها إطلاقا تجاه القضية الفلسطينية. أما الملاحظة الأولى، الجزء الأول من سؤالك، نعم صحيح، صحيح. الاستقرار بالنسبة لاستقرار التدخلات الخارجية لا يمكن أن تقوم الدولة المدنية إلا بالاستقرار والبعد عن التدخلات الخارجية. شكرا. شكرا لك الأستاذ راشد على المحاضرة القيمة. تفضل أستاذ، معي كاميرا، توقف عشان تعرفنا عن نفسك. هادي الهاجري، سفير دولة قطر. سؤالي، بما أني خليجي فسؤالي راح يكون عن دول الخليج. هل دول الخليج مؤهلة لإنشاء الدولة المدنية الحديثة التي ذكرتها في محاضرتك؟ والسؤال الثاني، كيف ترى الدولة القادمة بعد الثورات اللي شفناها وبعد التطورات اللي حصلت في الوطن العربي؟ شكرا. شكرا سعادة السفير. دول الخليج وجهة نظري الشخصية أنها تحقق معظم اشتراطات الدولة المدنية، وإن لم تحقق جميع اشتراطات الدول المدنية لكنها تحقق أغلب هذه الاشتراطات. فيما يتعلق بسيادة القانون إلى حد بعيد القانون له وجود قوي، فيما يتعلق بالمساواة بين المواطنين، فيما يتعلق بالسلام الاجتماعي بين المواطنين، رغم وجود ثغرات ووجود اختلافات. لا يمكن أن توضع كل دول الخليج في سلة واحدة في مواقف مطابقة، لكن الإجمالي أنها تتحقق فيها معظم اشتراطات الدولة المدنية مع الفوارق من دولة إلى أخرى. أما سؤالك سعادة السفير عن ما يحدث اليوم وكيف سيفضي، أنا ذكرت في المحاضرة أن العرب أضاعوا الفرصة الثالثة التي كانت قد تسمح بتأسيس دول مدنية. إلى الآن الفرص ضائعة. نأمل من الله سبحانه وتعالى أن تشهد المنطقة العربية وعالمنا العربي ووطننا العربي استقرار يفضي إلى تنمية، يفضي إلى قيام مؤسسات تتبنى الدول المدنية بإذن الله. مرحبا، دهني بو بشارة من لبنان.
أنا قبل ما نحكي عن الدولة المدنية، يعني نحن كعرب منا بعدنا بعيد عن كلمة اللي اسمها الدولة، يعني نحن العرب بعدنا متمسكين بالقرية وبالقبيلة بالمذهب بالحزب تبعنا. يعني عندنا فكرة الدولة هي شغلة جاية من أوروبا من أمريكا، يعني نحن بعد ما هضمنا فكرة الدولة كيف بدنا نهضم فكرة الدولة المدنية؟ يعني نحن مثلا من القرن الثامن عشر أو القرن التاسع عشر كان فكرة الدولة حلم عندنا كلبنانيين، حاولنا إنشاء كتجربة لبنانية بالدستور مش بالممارسة، نكون لا شرق ولا غرب. لا شرق يعني ما نكون دولة إيديولوجية دينية، ولا غرب ما نكون مثل الثورة الفرنسية يعني فصلت الدين كليا عن المجتمع. وأنا تعلمت بفرنسا لقيت الكنائس فارغة، ما في حدا عم يروح على الكنيسة، يعني نسوا القيم الدينية وقالوا بالدولة العلمانية. يعني نحن بلبنان حاولنا لا نكون دولة علمانية رايحة للفصل التام، ولا نكون دولة مثل الدول اللي خلفنا الدول العربية القايمة على الإيديولوجية الدينية. بالدستور نجحنا، يعني فكر ميشيل شيحة كدستور لبناني نجح، ولكن بالتجربة فشلنا لأنه الحوالين أقوى منا كأفكار وكشعوب اللي كان جاي من الغرب أو جاي من الشرق. في كل دائما الإنسان بيطمح للنموذج، ولكن في واقع عربي على الأرض إنه بعد الإنسان متمسك بالقبيلة، بعد الإنسان متمسك بالقرية. هالأمور منا سيئة، ولكن فكرة الدولة بدها مشوار تربوي طويل. وشكرا. أتفق معك في أن العشائرية القبلية المناطقية المذهبية كل هذه مقوضات لأساس الدولة المدنية. آخر سؤال. السلام عليكم. الدكتور علي العمودي، أنا خبير بيئي وتنمية مستدامة. أستاذ راشد حقيقة مالك زود، وفيت وكفيت، أني أعطيت نظرة شاملة مكونات الدولة المدنية وأهم التحديات التي تدور. أشرت في الأخير التجربة الخليجية وخاصة الإمارات. الإمارات يشاد لها في كل المحافل، ليس فقط التجربة السياسية والدولة المدنية أو المكونات السياسية على مستوى العالم، ولكن في الجانب الاقتصادي في الحقوقي في جوانب كثيرة تشهدها العالم كلها. سؤالي، ألم يحن الوقت لأن تنتهك الدول العربية والإسلامية التي تتبعتر فيها مكونات الدولة المدنية بأخذ بأساسيات التجربة الإماراتية التي أثبتت للعالم أنها الوسطية، أنها تطور، أنها حقوق الإنسان، وأنها السعي للتنمية المستدامة والتنمية الشاملة؟ وشكرا أستاذ راشد. شكرا جزيلا لك. لا شك أن التجربة الإماراتية تعد التجربة الأبرز والأكثر نجاحا وديمومة واستقرارا في الشرق الأوسط وليس في المنطقة العربية فقط. التجربة الإماراتية يضيف إلى بهائها وتألقها أنها تجربة اتحادية أيضا، فهي التجربة الوحيدة اللي نجح العرب فيها في بناء تعاون اتحاد مندمج بهذه الصورة من الثبات والاستقرار، بالإضافة إلى أساسيات النجاح الأخرى التي ذكرتها. أعتقد أنا قرأت الأسبوع الماضي تقرير من أحد المراكز البحثية في إسبانيا إذا ما كنت غلطان وكان ذاكرتي جيدة، يدعو الدول العربية إلى استلهام نموذج الإمارات في بناء الدولة الحديثة، وهذا من عوامل الفخر والاعتزاز لنا نحن كإماراتيين أن استطعنا أن ننشئ هذه التجربة. وأتوقع أن النجاح مغري، وإن شاء الله يتم استلهام هذه التجربة مع الأخذ بخصوصية كل دولة عربية على حدة. والتجارب الناجحة دائما مغرية بأنها تتبع، وإن شاء الله أن نستطيع نحن في الإمارات أيضا ويستطيع أولادنا الحفاظ على هذا المنجز الذي تحقق. المنجز الحقيقي
الموجود في الإمارات ليس التنمية الاقتصادية فقط وليس البنية التحتية اللي تراها، بناء الإنسان هو الأهم في الإمارات. التفاف الإماراتيين اليوم جميعا حول وطنهم في هذا الظرف الصعب الذي تشهد المنطقة العربية هو المنجز الحقيقي، وهو الرسالة التي تعبر من جيل إلى جيل. الحمد لله على ما تحقق، وإن شاء الله بإذن الله الله يهديها علينا. شكرا. في نهاية هذه المحاضرة أكرر باسم سعادة الدكتور جمال سند السويدي مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الشكر والتقدير للأستاذ راشد العريمي، ولكم أيها الأخوة والأخوات الحضور، وأدعوكم الآن إلى تناول العشاء في مطعم المركز، وإلى اللقاء في فعاليات علمية أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.